بينه وبين أول مراكز فينسنت مارشيني وتوماس مانجس له في هذا الموسم. هنا انطلاقة ولمسة خطورة على مشارف المنطقة. هاريس بالقبلة، هاريس سدد أجاكسيو من الطرف الأيسر، مصلحة أجاكسيو. مباراة الذهاب بين الفريقين طبعا. بريست لم يخسر في آخر أربع مباريات. طيب متى آخر خسارة كانت فيه بريست؟ الأسبوع الذي افتتح يوم الجمعة. تعود إلى بالقبلة ب 29 نقطة. في الخط الخلفي هاريس بالقبلة، كلمنت بلمسة لا البلايلي يوسف، تدخل قوي ضد يوسف البلايلي في الكرة الأخيرة، ووجود أيضا صافرة حرة ثابتة أطول على التوالي خلال الألفية الجديدة على أقل تقدير في بقاء بدأ بتحت. سلامات إن شاء الله، سلامات. حتى الآن بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. بلمسة من الطرف الأيسر، في الطرف الأيسر تعود بانطلاقة يوسف البلايلي. يوسف يحاول فرديا، يوسف موهوب أمام ثلاثة لاعبين. البلايلي الكرة تحولت، كليمنت فيدال رائع في التغطية الماضية، مدافع نادي أجاكسيو الذي يعود ليقود انطلاقة. الإدريسي تغيير اللاعب بشكل ممتاز، دورة الإدريسي على الدفاع، لكنها ما زالت بتسديدة حارس المرمى بيزو. تستمر، ما في حكم يشير بالاستمرار. البلايلي يوسف البلايلي، هذه ممتازة، هذه ممتازة لروميان، روميان إلى البلايلي، والدفاع في التدخل والإبعاد، الدفاع في التدخل والإبعاد.